قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي إنه يشعر بالخجل لأنه شارك بالتغطية على تصرفات دونالد ترامب التي وصفها بغير المشروعة، وأكد أنه سيقدم وثائق تثبت مخالفات قانونية قام بها الرئيس. نعم، ووصف كوهين في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي الرئيس ترامب بالعنصري والمحتال. وأعرب كوهين الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترامب عن أسفه لولائه السابق للرئيس الأمريكي. نذهب إلى واشنطن، معنا من هناك مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية. ريما، يبدو أن دونالد ترامب حتى لم يتوقع هذا الكلام الذي يقوله عليه مايكل كوهين في أسوأ كوابيسه. بالفعل لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي كان يتوقع مثل هذا الهجوم من المحامي السابق للرئيس الأمريكي، ولكن كان ترامب سبق كل ذلك، نعت مايكل كوهين بأسوأ النعوت في السابق بعد أن كان يصفه بالشخص الذي يثق به وبمحاميه وبأنه يثق بكل ما يقوم به كمحامي خاص للرئيس الأمريكي. ولكن اليوم المفاجأة كبيرة، يمكن أن نقول حتى للجمهوريين الذي اعترضوا في بداية جلسة الاستماع على عقد جلسة الاستماع، قالوا إن الشهادة المكتوبة الخطية التي قدمها كوهين جاءت متأخرة، في ساعات متأخرة جدا من مساء البارحة، لم يكن لديهم وقت لمراجعتها، وبالتالي كان هناك صعوبة في أن يردوا على كل الاتهامات التي وردت في تصريحات كوهين اليوم. كوهين هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي، يقول إنه كان على علم بكل ما يدور في عالم ترامب، سواء فيما يتعلق بالاتصالات مع روسيا أو بدفع مبالغ طائلة لنساء لإسكاتهن، لعدم كشفهن عن علاقات جنسية أقمناها مع الرئيس الأمريكي كما يقول مايكل كوهين، وقدم أيضا وثائق تثبت هذه الادعاءات. على كل، لنستمع إلى بعض ما جاء في تصريحات كوهين هذا اليوم. I am ashamed because I know what Mr. Trump. أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترامب غير المشروعة بدلا من الاستماع إلى ضميري، لأنه شخص عنصري ومحتال وغشاش. إقراري بأنني مذنب في شهادتي سابقا هي خطوة مني من أجل أن يفهم الأمريكيون شخصية الرئيس. والسيد ترامب وصفني بالواشي لمنع من قول الحقيقة، وهذا ما تقوم به أجهزة المخابرات عادة. ريما، بعد هذا الكلام وصفه بالعنصري والمحتال وإلى آخره، ما الضرر الذي يمكن أن يوقعه هذا الكلام الثقيل على ترامب، خصوصا مع قرب اختتام تحقيقات مولر؟ ضرر كبير، ليس فقط فيما يتعلق بتحقيقات مولر وإن كان سيترك أثر على هذه التحقيقات، ولكن الضرر الأكبر باعتقاد كثيرين أن سيحل على الشارع الأمريكي. كثير من الأمريكيين ينظرون إلى هذه الجلسة الاستماع هذه اليوم في مجلس النواب، لاحقا في مجلس الشيوخ، بالكثير من الشغف. المعلومات التي قدمها كوهين تدين الرئيس الأمريكي بشكل كبير، ويمكن أن نستشعر بعض هذا الضرر خلال أسئلة الجمهوريين اليوم، عندما ركز الديمقراطيون في أسئلتهم على ما دار في الاتصالات مع روسيا، ما دار في كيفية دفع المبالغ، ما الذي طلبه ترامب من كوهين وما إلى ذلك، ركز الجمهوريون على المهاجمة أو مهاجمة شخصية كوهين، على أنه كاذب، على أنه سيدخل السجن بسبب احتيال مالي، بسبب كذبه على مصلحة الضرائب وما إلى ذلك. قليلون أو قليلة هي الأسئلة التي تعرضت لي، ما الذي جاء فعلا في شهادة كوهين أمام جلسة مجلس النواب؟ وبالتالي يمكن أن نقول أن الجمهوريين غير قادرين حتى هذه اللحظة على عن الدفاع عن الرئيس الأمريكي، وإنما يحاولون الدفاع فقط من خلال الهجوم على شخصية كوهين ومحاولة وصفها بأنها شخصية لا يمكن الوثوق بها ولا يمكن أن نصدق ما يقوله هذا الرجل أمام جلسة الاستماع، خاصة وأنه كذب على
الكونغرس الأمريكي في السابق واعترف بهذا الكذب. نعم، على أي حال الجلسة مستمرة الآن مشاهدينا، نشاهد مايكل كوين يتحدث أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب الأمريكي. هذه صور مباشرة من داخل إحدى القاعات التي تشهد جلسات الاستماع داخل مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون طبعا، ويقدمون أسئلة محرجة لكوين على أن يدلي كوين لاحقا بجلسة استماع أخرى أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. شكرا جزيلا. ريما أبو حمدي في واشنطن.